جلست الاسره الريفيه البسيطه تتناول العشاء الاولاد فرحون ياكلون ويتصارعون على الطعام غير ملتفتين لامهم التي تملا الدموع عينيها تنظر لزوجها والد اطفالها الصغار وهو يجلس معهم شارد الذهن لا يكاد يصل بلقمه واحده لفمه فهو على هذه الحال منذ سبعه ايام لا يكاد يأكل أو يشرب لقد صارحت أمها بما يقول في خاطرها لكن أمها نهرتها وقالت لها فال الله ولا فالك ربما هو متعب من العمل أو لديه ديون ويخشى أن يصارحك بها كم تتمنى هذا وستتعجب لو عرفت أنها في هذا الوقت تتمنى أن تكون امرأة أخرى هي من تشغل زوجها على أن يكون ما تفكر فيه وتقول في خاطرها لماذا اختارته دونا عن كل رجال القرية ؟ ألا تعلم أن له زوجة وأولاد لا سند لهم في الحياة غيره ؟ انتهى العشاء ودخل الكل إلى غرف النوم لكن الزوج ما زال بملابسه يجلس بجوار الشباك كأنه ينتظر شيء ما ورغم كل نداءات زوجته وتوسلتها له بأن يغير ملابسه ويأتي للنوم لكنه لا يجيب عليها فعلمت الزوجة ان الليلة هي الموعد فهي تعرف مثل تلك الامور فالقصص معروفة والاحداث دائما تتكرر بنفس الشكل فهمت ان ترتدي ملابسها لتذهب لإخوتها لتحضرهم حتى يمنعوه من مصير محتوم لكنها لم تستطيع ان تكمل ارتداء ملابسها لقد كان القدر اسرع منها فها هي تسمع صوتها تنادي على زوجها لم تفكر الزوجة كثيرا فارتمت على الأرض تحتضن قدمي زوجها الذي هم بالخروج من المنزل لكن ورغم ثقل وزنها إلا أنها لم تبطئ من حركته شيء فقد ظل يتحرك باتجاه الباب ويجرها من خلفه وهي تتشبث بقدمه كأنها ستغرق وقدم زوجها هي طوق النجاة أغزت تصرخ تستغيث تولول لعل أحد يسمعها وبالفعل سمعت صوت طرقات على الباب إنهم إخوته فتركت قدم زوجها وسبقته لباب المنزل لم تفكر في ملابسها فلا وقت لهذه الرفاهيه دخل اخوته بسرعه ليمسكوا بالزوج فلا وقت للاستفسار فحال زوجة اخيهم يعبر عن كل شيء حاولوا باقصى طاقتهم لكنه كان عفي والزوجه المكلومه لم تجد لم تجد حيله تفعلها غير ان تصرخ بهم حشوه امنعوه انا والعيال ما عندناش غيره لكنهم لم يستطيعوا التغلب عليه فقد افلت منهم ورمى زوجته التي كانت تقف خلف الباب تسده بجسدها وخرج مسرعا فلم تجد الزوجة غير أولادها وقد استيقظوا من النوم يشاهدون ما يحدث والحزن والدموع تملأ عينيهم في الصباح التالي وقفت الشرطة بجوار جثته بعد أن شاهدها أحد الفلاحين بالصدفة وهو يحاول ري أرضه ليخبر ضابط الشرطة مساعده أن القضية ستقيد ضد مجهول فسأله المساعد لماذا ليقول له الضابط ألم تسمعها بالأمس وهي تنادي ماذا تريد لنا أن نكتب هل سنقول أن القاتل هو النداهة <applause> النداهة هي كائن يتمثل على شكل أنثى يقول البعض أنه من غيلان أو سعال الجن ينادي على الرجال ليجذبهم لي ومن ثم يخطفهم أو يقتله من يستطيع الهرب منه بطريقة أو بأخرى يعيش حياته كالمكذوب لا يدري شيء عن ما حوله حتى يأتيه الموت لكن هنا السؤال كيف تناديه وكيف تعرف اسمه والسؤال الأهم لماذا يذهب لها وهو يعلم أنه لن يعود إن الذهب تبقى عارفة الراجل قبل ما تنده عليه وفي ناس بتقول إنها بتكون ظهرت له وسحرته عشان كده بيظهر عليه علامات يعرف أهله منها إن النداهة طلباء بيبقى سرحان مش مركز في عالم تاني كأنه مسحور وطبعه كله بيكون متغير أكله بيقل وكلامه كمان بيقل بيوقف صلاة لو كان بيصلي وكتير بيسيب الشغل ويقعد في البيت وأغلب قعدته جنب الشباك وتحس إنه مستني حد ينده عليه بيحاول دايما أهله إن هم يرقوه أو يشغلوا له قرآن ساعات بيفوق وساعات سحرها بيكون قوي بتبقى رابطاه كويس المفروض إن هو بيقعد سبع أيام بس وبعد كده بتنده عليه ولما بتنده عليه ممكن أهل البلد كلهم بيسمعوا صوتها وهي بتنده عليه وبيبقوا عارفين مين الشخص اللي بيتنادى عليه ده وفي الغالب دايما بيلاقوه تاني يوم الصبح ميت وطبعا محدش بيخرج ان هو يمنعه بره في الشارع لان كل الناس بتبقى خايفه وقاعده في البيت واللي قلبه جامد وما بيخافش مراته دايما بتكون مرعوبه وخايفه وماسكه فيه لان معروف ان الستات بتخاف منها اكتر من الرجال لان الراجل لو اتنده عليه هيموت او هتخطفه تتجوزه لكن الست هي اللي هتترمل وعيالها يتيتموا وطبعا معروف ان العيشه في الارياف بتبقى صعبه جدا من غير راجل وفي حوالين الندها قصص كتير حقيقية بيحكيها أصحابها فمن ضمن القصص المشهورة اللي صاحبتها نفسها بتحكيها عن ست اسمها كاملة بتدعي إن زوجها خطفته نداها من 11 سنة بتقول إن فجأة جوزي اتغير معادش بياكل ولا بيشرب زي الأول ولا حتى بيتكلم معها ولا مع عيالها الجيران قالوا إن هي نداها بس هي رفضت كلامهم لأنه عمرها ما صدقت الكلام ده بتقول إن هي كانت مفكرة إن دي رجالة طفشت من نسوانها فقالت تسيبه يمكن يروق لحد ما في يوم صحيت على صوتها بتنادي بإسمه قمت مفزوعة أدور عليه لكن ملقيتوش في البيت دورت عند اخواته ملقيتوش ده غير كتير خافوا يفتحوا الباب خافوا لكون أنا نفسي الناداها بعدها بإسبوعين لقوا جثته والحادث اتسجل ضد مجهول في واحد تاني اسمه الحاج عبد الخالق محمد ده عمره قرب من التسعين في برنامج تلفزيوني قديم باسم حكاوي الأهاوي قال التقيت الندها زمان وقتها لم يكن هناك بالقرى نور وكان الظلام الحالك يلف كل شيء في البلد مع حلول المغرب وتذكر حينها اني كنت ذاهب مع زوجتي الى فرح احد الاقارب وتأخرنا هناك وعدنا في وقت متأخر وفي طريق العودة وكنا نمر بجوار ترعة ممتلئة بالماء والظلام حالك فوجئت بصوت امراه ينادي من خلفي باسمي التفت لاجد امراه جميله في العشرينات من عمرها كانت جالسه بجوار الترعه وبرغم الظلام الا ان ملامحها كانت واضحه تماما وجدت نفسي ذاهبا الى حيث هي جالسه بالقرب من الترعه وهنا انتبهت زوجتي وصرخت وايقظني صوتها الصارخ من حاله التوهان والاستسلام الغريب للندها اللي قالت وهي بتختفي في المية يوما ما ستكون لي وبعدين ضحكت وقالت لزوجتي انت انقصتي مني بس انا هاخده مني روايات قليلة هي من نجا بطلها اما باقي الروايات فمهما تعددت يبقى دائما مسير الرجل واحد اما الموت او الجنون فعندما تندهي الندهة احد يقضي ايامه الاخيرة ساهما مشغول البال ينتظر انتصاف الليل كي يخرج للحقول تلبية لدعوة مجهولة ليعثر على جر جسد... ليعثر على جثته في الأيام الموالية تطفو على سطح المياه وفي أحيان كثيرة يختفي دون أثر لكن ليس كل من ندهتهم من أختفوا هناك من عادوا لكن مصيرهم كان أكثر شؤما من الذين ماتوا وهم ببساطة قد جنوا تماما كان الجنون مصير كل من رأى ندها وعاش وتحفو القصص الأرياف المصرية بحالات وأشخاص يعيشون كالأموات بين أهلهم يحدقون في الفراغ طول الوقت ويكلمون السماء أو الحيطان ينتظرون أن تدعوهم من ندها مرة أخرى إلى عالمها ولا يعرف أحد لماذا أو كيف عادوا فلم يتكلم أحد منهم كي يروي ما حدث والأكثر فزعا هم من نجح أهله في إيقافه من الخروج لها بربطه في السرير أو كرسي في البيت فهم سيظلون يسعون للخروج لها غير مدركين العالم الخارجي وفي أي فرصة تسنح لهم سيفرون إليها لتقتلهم أو يضربون عن الطعام والشراب حتى الموت كل الروايات تؤكد أنه بمجرد وصوله لنقطة الشروط فهو بالتأكيد سيلبي النداء أو يموت وطبعا بما أن الأحداث أغلبيتها بيحصل في الأرياف فطبعا في الأرياف معروف إن لما بيحصل حاجة زي كده أو بيلاقوا إن في حد شارد سرحان أول حاجة بيفكروا فيها إن هما يروحوا لشيخ علشان يفكوا العمل اللي معمول ليه فأكيد من الناس اللي هما اللي كانوا مربوطين من النداهة أو النداهة ندهتهم ونجوا منها ومرحوش وفضلوا شاردين الذهن اهاليهم خدتهم وراحوا علشان يشوفوا مع هي هل هما مسحورين ولا فيهم ولما راحوا للشيوخ علشان يعالجوهم كان بيتقالهم دايما ان, إن النداهه دي عباره عن ساحره من الجن بتعمل لهم سحر وبتربطهم بيه وعلشان كده فكره ان السحر ده ينفك واللي عاملاه ملكه من ملوك الجن ساحره امر مستحيل